محمد صلاح يحتاج إلى التحسن أمام المرمى. ملاحظة غريبة وجهها مدرب الريدز يورغن كلوب إلى أفضل هداف في الدوري الإنجليزي حالياً. هذه الملاحظة استهجنتها الجماهير في ظل الإيقاع التهديفي العالي لصلاح الذي أحرز 14 هدفاً في 18 مباراة رسمية، علماً أن الإيرغوياني لويس سواريز كان آخر من سجل 14 هدفاً للريدز في موسم واحد. صلاح أصبح الورقة الرابحة في ليفربول ونجم الجماهير الأول من دون منازع، لدرجة أن بعض المشجعين أعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم سيطلقون على مولودهم المنتظر اسم محمد صلاح سواء إذا كان المولود ذكراً أم أنثى. أسهم صلاح بدأت ترتفع بشكل سريع في بورصة الكبار وأصبح محط أنظار جميع الأندية، فتطوره السريع ونجاحه المبهر دفعا بنجم الكرة المصرية ميدو إلى القول بأنه يرى صلاح قريباً جداً في ريال مدريد، في الوقت الذي بدأ فلورنتينو بيريز البحث عن خليفة للدون. كلوب استدرك الوضع سريعاً فعاد وصرح بأن ليفربول يعيش في زمن محمد صلاح، متوقعاً أن يسجل الفرعون المصري 70 هدفاً هذا الموسم. فهل يبقى صلاح في إنجلترا مستقبلاً؟ أم أن نجاحه سيشكل جواز سفره إلى ريال مدريد؟